رزق محمد ابو علاء من صاحب مكتب عقارات السعد. حضرتك موجود هنا في المكان بقالك قد ايه؟ من العمر كتير يعني ما عدى حدود يعني ممكن تقول من التسعينات ولا التسعينات. من ساعه ما مش في العمال دي يعني مربع جوه صار المكان. من ساعه ما جيت وانت شايف العمال اللي موجوده هنا دي؟ الشغل بدا في 2005 2004 و2005 التسليم بدا هنا في 2009 معدل 25 عمارة. والعمائر الثانيه دي موقفه اساسا ليها لغايه دلوقتي من الثمانينات. العمائر دي واقفه من الثمانينات. في ناس استلمت شقق من 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 الثمانينات ومن بقالهم 15 سنه ولسه ما استلموهاش. التسليمات من 9 الحجز كان من 79 79 81 حاجه و80 يعني بدا من 79. من وجهه نظرك شايف الموضوع واقف ليه؟ مشاكل مع اعتبارا مع المحافظه والجمعيه. ترخيصات وحاجات مثلا كده بيتكلموا فيها. يعني على الحزب الارض بتاعها الارض والحد. وفي قواضي مع المقاولين والجمعيه. رزق محمد ابو علاء من صاحب مكتب عقارات السعد. حضرتك موجود هنا في المكان بقالك قد ايه؟ من العمر كتير يعني. ما عدى الحدود يعني ممكن تقول من التسعينات ولا التسعينات. من ساعه ما مش في العمال دي يعني مربع جوه صار المكان. من ساعه ما جيت وانت شايف العمال اللي موجوده هنا دي؟ الشغل بدا في 2005 2004 و2005 التسليم بدا هنا في 2009 معدل 25 عمارة. والعمائر الثانيه دي موقفه اساسا ليها لغايه دلوقتي من الثمانينات. العمائر دي واقفه من الثمانينات. في ناس استلمت شقق من الثمانينات ومن بقالهم 15 سنه ولسه ما استلموهاش. التسليمات من 9 الحجز كان من 79 79 81 حاجه و80 يعني بدا من 79. من وجهه نظرك شايف الموضوع واقف ليه؟ مشاكل مع اعتبارا مع المحافظه والجمعيه. ترخيصات وحاجات مثلا كده بيتكلموا فيها. يعني على الحزب الارض بتاعها الارض والحد. وفي قواضي مع المقاولين والجمعيه. اخذت عقود بالفعل باستلام الشقق. نعم. حضرتك شايف الازمه دي مين المتسبب فيها بشكل مباشر؟ ان هي الناس اشترت وخدت عقود. طبعا اللي واخد عقد وشقته جاهزه ده استلمها عادي، ده بالنسبه للمشكله ما فيش مشاكل عنده. انما المشكله ان هو اللي عمارته خلصت واستلم شقته وللاسف ما فيش اي لا كهرباء فيها ولا ميه فيها، بيرجع طبعا في الحاله اللي زي دي بيروح للجمعيه، الجمعيه بتدعي انه في مشكله بينها وبين الحي وواقفين على هذا الاساس. الجمعيه دي واقفه يعني شغاله لغايه دلوقتي؟ هي جمعيه تحصل تصفيه من حوالي 20 25 سنه واكثر، في تصفيه للجمعيه بس للاسف مين اللي يصفي؟ يعني بيطلع واحد بيجي واحد بيطلع واحد بيجي واحد في الجمعيه. طيب احنا مصيرنا ايه في الموضوع؟ والناس اللي استلمت عقود بتسليم الشقق ولسه ما استلمتش شقق زي الشقق زي العماير اللي موجوده. الاستاذ الفاضل من حوالي اسبوعين طلع المحافظ بتاع القاهره واتكلم في التلفزيون وعرضوا عليه المشكله بتاع صار قريش، بالحرف الواحد قال ان المشكله دي عند الجمعيه لان الجمعيه واخده اراضي دون وجه حق وبني عليها مباني، وطبعا الموضوع ده مش هيتحل الا بامر من مجلس الوزراء. ومجلس الوزراء احنا مين هيوصلنا ليه؟ وايه اللي معطل قرار مجلس الوزراء رغم ان المشكله مطروحه قدامه؟ للاسف الشديد طبعا المهندس محلب جه زار المنطقه هنا ايام ما كان وزير للاسكان. ايه مشكله المحل هنا يا عماد؟ مشكله المحل ان هو الراجل خد من الجمعيه تمام، وعلى اساس ان الكهرباء خالصه ورقه خالص وكله تمام، جه هنا اجر لي على اساس ان المحل ايه مقدم على اعداد الكهرباء والعداد هيدخل بعد 3 شهور والورق معاه باثبات ان ايه من مباحث الكهرباء تمام، وراح عمل ممارسه ننور في خلال الثلاث شهور دول لحين بكل عداد ولسه ما فيش معاش، عارفين هتزيد يجيب الكهرباء ولا ما ظنش. معاك ورق ومستندات للمواضيع دي؟ في ورق صور ورق معايا من الاصل بتاعه. الورق ده بيقول فيه ايه؟ الورق هو مكتوب فيه انا ما قراتوش كله لكن هو مكتوب ممكن تصوره.
تمام. ايه تاني بتعاني منه هنا في المنطقه من خلال الجمعيه او تقصير الجمعيه؟ لا، الجمعيه ديت الملك هو اضرب الجمعيه بتعمل معاها ايه، هو اللي بيعاني منه. تمام. كان هو احنا جينا نوصل الكهرباء، طبعا السكان خلفه، رئيس اتحاد العماره خلف، قال لا لازم يجيني ايه عميل من شركه الكهرباء يوصل لك. قال على الجمعيه امبارح كل واحد يجي يتكلم ويقول حاجات على الجمعيه اللي بتحصل، ان هم نصابين. وطبعا هم في السكان يقولوا الجمعيه بتنصب علينا. انتوا ما لكمش حاجه. طيب ده راجل دافع 300,000 جنيه او دافع 290,000 جنيه في المحل، يروح عليه كده وخلاص؟ لو هيروحوا كده عليه كده وخلاص يبقى برضه هو يعرف راسه من رجليه، اصل مش هيسيب حقه. تمام؟ بيقولوا ان المزاد بس هم بيخالفوا على ان ما يدخلش كهرباء، وفي كلام تاني يقولوا لا ده المحل كده راح عليك وده شغل نصب في نصب والحاجه راحت عليك خلاص. بيقولوا ان طيب ما فيش اي حل مثلا انت طرحته تم طرحه في المنطقه؟ ايه اي حل تم طرحه في المنطقه مثلا؟ لا، هو الناس اتحركت كذا مره وما حد وما فيش اي يعني حاجه جديده اساسا، يعني المفروض تشجير واسفلت والحاجات دي كده المفروض تتعمل، وكمله الاعمار المفروض تبقى خلاص. شايف يعني ايه السبب في وقف الموضوع؟ والله بيبقى اساسا ممكن نقول الناس من لا اصحاب اللي قاعدين في المكان دي حاجه ما بيتحركوش، والحاجه الثانيه شغل الجمعيه مع المقاولين. مش عايز تقول حاجه تاني؟ لا. واقول لك ايه مشكلته؟ ثواني كده صوره.